شكرا على الاستضافة. ثانيا تتكلموا على أساس فاتح ماي، أين هو فاتح ماي؟ أين هو فاتح ماي بعد هذا الاتفاق، الاتفاق المعدوم أصلا؟ لأن ملي كتشوف أن اليو إم تي اللي كتحسب راسها نقابة عتيدة ولا الآخرين، وما كيف بغيت نبين للرأي العام على أن ماشي هما هذوك النقابات العتيدة، راه اللي عند لا منتمون راه هما اللي عندهم القوة الضاربة في النقابات، القائد في الطبقة الشغيلة ولا في المندوبين. تم هناك السي بن جلول حول هذه النقابات، يعني البلاغ ما يسمى بالتوقيع مع النقابات الممثلة، ثلاثة نقابات، لكن هناك تحفظ الاتحاد المغربي للشغل، وتنعرفوا بأن وفد وزاري زار يعني الاتحاد المغربي للشغل رغم أنه اعتراضه عن التوقيع، فتفاجأنا اليوم الآخر أنه وقع. هل تعتبرون هذه صفقة قام بها الاتحاد المغربي للشغل؟ شوف أخي العزيز، سواء النقابات ولا كانوا يسمونا بالنقابات الإدارية، النقابات الصفراء، واليوم أثبت الوقت على أن النقابات الصفراء والإدارية راهو ما هاد النقابات اللي سنوا هاد الاتفاق. وثانيا أنا أستغرب هاد المناضلين اللي تابعين للنقابات اللي وقعات هاد الميثاق، واش مازالين ما فهموش راسهم أن نقابات اللي عندهم 50 عام ولا 58 عام بالنضال والسميك مازال في 2800 درهم، كيفاش كيسميهم نقابات عتيدة؟ أنا مبغاش تفهمني كيفاش كيسميو. وبالنسبة لي الميثاق اللي وقعوا هذيك صفقة، لأن راه بحال اللي ماشي اللي قلتي واللي عرفنا، لأن وفد وزاري التحق بالمقر بالمركزي بالمقر المركزي ديال الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل، وسيناو الصفقة ديالهم ولا غدا وقعوهم معاهم. للتوضيح هو أن الاقتراح ديال بن كيران، حكومة بن كيران، كان 4%، وما جلسوش معاه وما تحاوروش معاه. واش ما كيبانلكش على أن هذه ماشي الصفقة مع الحكومة، مع الوفد الحكومي؟ وإلا بغيتي ترجع وتشوف شنو الميثاق اللي وقعوا، راه ما كايناش زيادة، راه كاين نقصان من الضريبة باش تكون واقعية. ما هي الضريبة يعني ديال الموظف؟ الضريبة ديال الموظف هي 38%، غادي نقصوا منها 5%، وماشي دابا، راه تيدوز حتى سبتمبر. أما ميم الزيادة ما كايناش أصلا، راه في أفريل عاد غيداكو. وفي الأخير كيف يعقل على أن يخرج مخارق في ذاك الليلة ويقول كوفيد ما غنشاركوش في فاتح ماي؟ ألوكو حنا كنشوفوا غير في التلفزيون، ولا كنا في المقام ديال الناس العمرة، 3 مليون الناس مجموعين، ما كاين لا كوفيد لا هم يحزنون. كان يخرج يقول انا راه سينيت واحد الصفقه في صالح المركزيه ماشي في صالح الطبقه الشغيله، وما يديرش فاتح ماي، لان فاتح ماي معروف كيدار باش نعطيو التقرير السنوي والبرنامج ديال السنه اللي تابعها. اذا ما كانش عنده باش يواجه، وراه كان ضيق بينوه، راه كان في المركب، علاش كندوي انا؟ راه ما كنستهدفش مخارق بالذات، النقابات اللي سينات بثلاثه. هذه الحكومة جابت لنا واحد البدعة تسمى مؤسسات الحوار الاجتماعي، وقالوا لنا هل تعتبر بعد هاد النقابات اللي هما تيقولوا هما يعني هما الممثلون، واش 6% يعني هي صوت شغيلة يعني الطبقة العاملة؟ 6% يا أخي دايرينها ولكن باش يعزوا النقابات الأخرين، هادشي اللي داروه. وانا مازال كنقترح فهاد ان الا كانت الحكومه ما باغياش النقابات الاخرين، ما تعطيهمش واصل، ما تحكم عليهم لا ب 6% ولا ب 4% ولا ب 2%، تحيدهم، تخلي ثلاثه النقابات اللي باغيه اللي كيمشيو معاها في الخط، اللي عارفين تاريخها، اللي تيعرفوا التاريخ، واللي عارفين الطريقه باش كيحلوا المشاكل ديالهم معاهم. حنا ما كنعرفوش، لان حنا ماشي نقابات اداريه، حنا نقابات صوت الطبقه. حارمنا من التمثيليه، حارمنا من الحوار، واحد الكوسي غادي نجلسوا معاهم فيهم ونعطيو النظريه كاننا احنا ماشي مغاربه. لانكم انتم تمثلون الطبقه العامله، وخا ما جبتوا 6% كاين نقابه تمثل الطبقه العامله. يا سيدي راه ماشي غير هذه، راك تيعقلوا لك حتى باش ترشحت باش دير اللائحه ديالك للترشيح للغرفه الثانيه، كيديروا لك العراقيل، ما كيوصلكش الخبر. المرا يقول لك راه درنا اللائحه ديال المراه، راجل راجل مراه، مرا يجي ويقول لك كل مره يخرجوا اسباب باش ما يخليوش النقابات تدخل الانتخابات، ويقولوا راه ما عندهاش.
إذا ماذا نقول في هذه حكومة أخ النوش اللي هي حكومة المال؟ يعني اشترت الأصوات، يعني الآن جاتي مع الأحزاب، الآن شرت النقابات، شرت الصحافة، إلى أين يتجه المغرب السي بن جلول؟ إذا بقينا في هذا الوضع اللي دائما نصفق، إلى أين نتجه كنقابي ويعني كسياسي؟ أنا بالنسبة لي بصراحة اللي شفت في هذه الحكومة عمري ما شفت في الحكومات السابقة كاملين بدون استثناء، وهذا شيء خطير. عمرنا ما جربنا رأس مالية في رئاسة الحكومة، تجربناها دابا ومحدنا دابا في 6 شهور. أنا كان طالب بإقالة هذه الحكومة ونردوا الاعتبار للمواطن المغربي، لا من حقوق، لا من 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 المعيشة دياله، لا من الخبز دياله، لأن هذا الشيء غادي يأثر. وأنا ما كنتمناهاش، كنتمنى على أن نردوا وجهنا للطبقة الشغيلة، المواطن المغربي، ونحاول نعطيه الحقوق دياله في العدالة، الحقوق دياله في المسائل الاجتماعية، الحقوق دياله في العيش، ولا راها غادي تكون بالنسبة ليا كارثة اللي يمكن تأثر على الناس المناضلين. وكنعرفوا السيدنا إلا وصلوا هذا الصوت هذا ما غاديش يخلينا كيف دائما. كلمة أخيرة للطبقة العاملة مناسبة مرور فاتح ماي، ونحن في هذا الشهر شهر الشغل، يعني تنعرفوا بأن نقابتكم الآن قادمة على عدة يعني عرائض وإلى غير ذلك. أنا اللي الكلمة الأخيرة اللي غادي نطلب من المناضلين، أنا حد بالنسبة لي كنحسب الطبقة الشغيلة سواء في النقابة ولا في نقابة أخرى يعرفوا راسهم في الماشين، لأن 58 عام من ضياع الوقت يشوفوا الطريق اللي غادي يتداو، شكون اللي غيصحح لهم المسار ديالهم، شكون اللي غادي يمشي ياخذ لهم حقهم. اما اذا كانت 60 عام وهما في 2800 درهم، انا بالنسبه ليا هادو ناس الا بقاو تابعين هاد القيادات راه ما كاينين لا نقابه لا